يا سيدي من وقت ما سافر حسان لهلا ما بعت غير حوالي واحدة بس. كل هالمدة بحوالي واحدة؟ شو بعرفك؟ يمكن عم يصمد ببلاد برا. يا سيدي الله يوفقه ويرجعه بالسلامة يا رب. أبو سمسم بني آدم طمع لك ابني، وإذا حلي القرش بعينه وركض وراه بينسى كل شيء، بس مع الأسف ما بيعرف إنه الثروة اللي عم يجمعها لا يمكن تعوضه عن أبوه وأبوه، لا يمكن تعوضه عن أهل بلده وشوارعه إلا ما يرجعوا. بعد فوات الأوان بيرجعوا أغراب لا حدا بيعرفون ولا بيعرفوا حدا. يا سيد سعيد، ما في شيء بهالدنيا إلا إله ثمن، والإنسان المحظوظ هو اللي بيختار صح.